لعلني أدركه. سافر أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كلما كنا نسير في الشمس تسير الغمامة بسيرنا وتقف بوقوفنا، فنزلنا يوما على راهب بأطراف الشام في صومعة، فلما قربنا منه نظر إلى الغمامة تسير بسيرنا قال: في هذه القافلة شيء. فنزل فأضافنا وكشف عن كتفيه، فنظر إلى الشامة بين كتفيه فبكى وقال: يا أبا طالب، لم تجب أن تخرجه من مكة، وبعد إذ أخرجته فاحتفظ به واحذر عليه اليهود، فله شأن عظيم، وليتني أدركه فأكون أول مجيب لدعوته.